خصنا نعرفوا بانه في الجائحه ديال الكوفيد حتمت على جميع الدول باش اعاده النظر في قطاع الصحه، وحنا بفضل التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله والتدخل الشخصي ديالو شنا كيفاش كان مواكب كل صغيره وكبيره اثناء الجائحه، واننا كنا من بين الدول الاولى اللي خدات اللقاح، واننا خرجنا رغم قله الموارد البشريه ورغم قله المنشات خرجنا باقل اضرار، واخا اي وفاه ديال اي مواطن او مواطن فهي خساره بالنسبه لنا، وخصوصا اننا فقدنا اطقم طبيه وشبه طبيه. وتنعرفوا بانه الا بغينا نخرجوا واحد الطبيب اما طب العام ولا طب اختصاصي فخصنا ما بين 8 و 12 و 13 سنه، اذا ما غاديش داك الطبيب غادي نكونوه في 3 شهور ولا في 4 شهور، اذا فاش نفقدوا طبيب فهذه خساره كبيره. فجاء القانون 0622 اللي جاب 4 ديال الركائز. الركيزة الأولى هي الموارد البشرية، وهنا أهمية ديال الموارد البشرية، لحقاش كانوا الناس ما تيبغيوش يولجوا للوظيفة العمومية، أنه الأغلبية كاع اللي في الوظيفة العمومية تطلب يمشي يخرج من الوظيفة العمومية ويمشي للقطاع الخاص، فكان ولا بد من الضروري أنه تكون عندنا، لحقاش خصنا نعرفوا بأنه ما كاينش شي نظام صحي اللي واقف غير على رجل وحده غير على القطاع الخاص. فإلا ما كانش القطاع العام قطاع اللي هو قطاع واقف على بس على على رجله، ما يمكنش القطاع الخاص تيجي تكميلي، فالقطاع العام هو اللي اساسي. وعندنا ايضا في القطاع العام قطاع عام وقطاع جامعي اللي هو مهم، وشنا بانه عندنا دابا وصلنا ل 11 الكلية ديال الطب. ما ننساوش بانه قبل حتى السنوات الاخيره راه كانت عندنا في الاول كلية ديال الطب ديال الرباط، ومن بعد ولات عندنا الكلية ديال الطب ديال الدار البيضاء، وعاد جاوا الكليات الاخرين. دابا عندنا 11 الكلية، وكذلك في الجهة 12 اللي هي الجهة ديال الدخلة. فالمؤسسة ديال محمد السادس لا فونداسيون محمد السادس غدير كلية وغدير مستشفى جامعي في الدخلة. إذن فعلاش باش تكون واحد العدالة مجالية في التطبيب؟ إذن فالقطاع في الموارد البشرية مهم، وندخلوا للوظيفة ديال الصحة، والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية راه أعطى تفسيرات في هذا الميدان، أنه الواحد غادي يكون عنده واحد الراتب شهري دو باز، ومن بعد على حسب الخدمة اللي تيدير. إذن إلا بغى يخدم راه يقدر يخدم ويتخلص أكثر إلا كان في القطاع العام. إذن هذه هي الوظيفة الصحية، لعقاش تنعرفوا بأنه إلا بغيتي الموارد البشرية تخدم وتكون عندك راه خص يكونوا تحفيزات، والتحفيزات هي أولها كاين معنوية ولكن أولها هي التحفيزات المالية. إذن هذا قطاع كذلك خصنا نعرفوا بأنه الحمد لله بلادنا غادية قدما في الجهوية المتقدمة، إذن خصنا تكون عندنا واحد الخريطة صحية جهوية تتشمل القطاع العام والقطاع الخاص. تنعرفوا واحد لا ريجيون الفلانية اشنو ما الاختصاصات اللي خصنا فيها، وهنا خص يكون التكامل لا ما بين كاع القطاعات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الجماعة حتى هي تعاون الجهة. إذن خص يكون هذا التكامل، وتكون مثلا في واحد الجهة عندنا نيرام وعندنا سكانر في البريفي، والناس من البيبليك يمشيو يديروه، والعكس كذلك. إذن تيخصنا يكون واحد التكامل، وشنا بأنه التكامل كان مهم، لحقاش كاع القطاعات خدموا ليد في ليد
في الوقيته ديال الجائحه. اذا عندنا هذه التجربه واللي كانت تجربه ناجحه خصنا دابا نستثمرها. اذا فهاد الجانب ديال الركيزه ديال الموارد البشريه فهو مهم، مهم جدا. ايضا خصني يكون الاعتبار المعنوي ونحبسوا وخص الدوله تدافع باش ما تكونش الشيطنه ديال الاطقم الطبيه والشبه الطبيه. كذلك عندنا هيئه عليا للصحه، هيئه عليا للصحه اللي غادي تدخل من الاختصاصات ديالها، الاختصاصات دابا اللي عند وكاله ديال التامين، وكذلك المراقبه وتعطي الراي ديالها في كل ما هو صحي. فهذا هو مهم ومهم جدا في بالنسبه للهيئه العليا ديال 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 الصحه. وتنعرفوا دابا كاع الاختصاصات اللي عند الوكاله ديال التامين، فهذوك الاختصاصات كلهم غادي يكون عندها، والاطقم اللي كاينين غادي يكون عندها، وكذلك المراقبه ديال الجوده ديال الخدمات الصحيه، وكذلك ابداء الراي مثلا اذا كان وباء، اذا كان هذا. دونك هادو كاع اختصاصات والرئيس ديالها فتعينوا صاحب الجلاله نصره الله وعياده. اذا هادو كلهم ضمانات باش تكون عندها واحد الدور مهم في المجال الصحي. كذلك وكالة ديال الأدوية مهمة، لحقاش كاين غتكون واحد الاستقلالية. وغادي نعرفوا حنا بأنه فوقت الجائحة الحمد لله أنه المغرب عنده 65% ديال الاكتفاء الذاتي من الأدوية. إذا بغينا نطلعوا هاد الشيء ل 80% بالاستثمارات، وشنا بأنه كاين دابا مثلا ميدان ديال اللقاحات والبيو سيميلار، مختبر اللي هو اول في افريقيا اللي هو كاين في بن سليمان. اذا هنا باش ندفعوا ثاني بهاد الميدان ديال الادويه، ونعرفوا بانه دابا الى شنا اشنو هما لي ديبونس ديال لا سونتي ديال سميتو في انه هاد الأدوية تشكلوا 30% من التصريفات اللي تيدوزوا على اللامو كاملة. 30% كلها غير الأدوية. إذا خصنا نقسم من هذا الشيء ونحتوا الناس وكذلك الأطباء مع تحفيزات باش بحال ما داروا كاع الدول باش يطلع لعندنا الادويه الجنيسه. حنا الله دابا في 40%، الا قارنا راسنا مع فرنسا 70%، الا قارنا راسنا مع المانيا ولا الولايات المتحده 80%. اذا فباقي عندنا اتساع، وهذا غادي يجعل باش يكون واحد هذاك الموارد اللي غادي تبقى انها نحسنوا بها التعويضات. كذلك وهنا الى سولنا اي واحد غادي نلقاو بانه اي واحد كان عنده شي ما يعاود على المسائل ديال الدم والمشتقات ديالو، فهنا ايضا كاين وكاله ديال الدم والمنتجات والمشتقات ديال الدم باش تكون واحد العقلنه في كل ما يهم الدم والمشتقات ديالو. إذن وعادة إلا بغينا نهضرو في إطار كما قلنا الجهوية المتقدمة هما لي غروبمون سانيتار تيريتوريو، أنه غادي يكون عندنا واحد الإدارة وحدة، وهذه غادي تتم حتى بالنسبة للطلبة أنهم غادي يكونوا يتأثروا بالأساتذة ديالهم ولكن في مستشفيات جهوية. ورشنا بأنه بدا هذا الشيء مثلا على صعيد الجهة ديال الرباط. إذا فتنعيشوا واحد هيكلة صحيحة
في كل ما هو ميدان في الميدان الصحي، وشنا ايضا الوحدات المتنقله على تيلي ميديسين، باش علاش باش الناس اللي في المناطق النائيه يمكن يكون عندهم التطبيب والعلاج. وخصنا نكونوا صراحه فخورين بكل هذه الانجازات ديال بلادنا، ولا خدينا ميادين اخرى. راه حنا بصدد تنظيم سميتو لا كوب دو موند ديال 2030، راه حنا اذا فتنشوفوا كل هذه المشاريع اللي عند بلادنا. هذا خصو يجعلنا اننا الحمد لله على بلادنا ان تكون الجديه باش نزيدوا القدام، والحمد لله بكل تجرد على بلادنا بقياده صاحب الجلاله نصر الله وليده. ملي كنتكلم على هذا الاصلاح الاولي، على الاصلاح كيتصلح الاشكال ديال الشركاء الاجتماعيه، نقابات، هيئات، تجمعيات، نظرك شنو ممكن انه يكون الدور ديالهم في هذه العمليات؟ لا خصنا نعرفوا بانه وراه دائما صاحب الجلاله نصر الله كيأكد كيشدد على اشراك جميع الفرقاء في الحوار. خصنا تكون عندنا الثقافه ديال الحوار، ولكني تكون عندنا ثقافه ديال الحوار وحوار جاد، ونزيدوا خصي حوار جاد يكون ما بين جوج ديال الاطراف، لا ما بين الشركاء ولا ما بين الدولة. وما خصنا نعرفوا باننا كنا تندافعوا على بلادنا، اذا فاش نكونوا تندافعوا على بلادنا كاينين شي حوايج اللي ممكنين، كاينين شي حوايج اللي ماشي ممكنين، ولكن اللي ممكن خصو يدار باش نزيدوا لقدام. وخص يكون هذا الحوار جاد وبناء، هو اللي تيجعلنا اننا نتقدموا واننا نزيدوا لقدام.